تخافش تلاقش. ها انا مش خايف، بس انا مش متعود على الجو ده. انا بقى متعود على الجو ده. معلش يا ازعجناكم. كم انت مين وعاوز ايه؟ بعدين انجز بقى عشان احنا ما عندناش وقت تضيعه في جو الافلام اللي انت عامله ده. بالراحه علينا يا عز باشا. هو ده الحضن اللي المفروض تقابل بيها اخوك؟ اخويا؟ ايوه اخوك، اخوكم رضوان. ايه مش قد المقام؟ يمكن لو كان سليم باشا عمك ما قتلش امي وابويا وشردني من وانا عيل في الشوارع كنت بقيت حليه وزيك كده. يعني انت عايز تقول ان انت اخونا من امنا؟ اسم الله عليك. رضوان واد غاده اللي سليم قتلها بعد ما قتل ابويا. اديك انت قلتها، سليم قتلها، احنا ذنبنا ايه بقى؟ طب بما اننا بقى طلعنا اخوات، مفيش كوبايه شاي كده علينا؟ ده انت نشفت دمنا. وبعدين يا اخي دي داخله تخش بيها على اخواتك؟ ما ينفعش. هو ده الوش اللي هتشوفوه مني لحد ما اعرف انتم معايا ولا عليا؟ يا عم هو مش قال سليم اللي قتل ابوه؟ انا اتخنقت. احنا مالنا احنا في الموضوع ده؟ ذنبنا ايه؟ مالكمش ذنب، بس ممكن يبقى ليكم لو قررتوا تكملوا في حضن العطارين، عشان انا ناوي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبة ابويا. كلهم ايه؟ هتموت كل الناس دي عشان خاطر واحد؟ هم ذنبهم ايه اصلا؟ ذنبهم من ذنب ابويا، انا كمان ما كان ليش ذنب. طب ما بالراحه على نفسك بقى يا اخويا رضوان. انا مقدر قهرتك على ابوك وامك، معاك حق، بس خلي بالك انت داخل على العطارين. عطارين زين قوي. طيب عشان ابقى عملت اللي عليا من ناحيتكم وريحت ضميري، انا عاوز منكم كلمه واحده. انتم معايا ولا معاهم؟ ولا كلمه ولا كلمتين. انا اصلا ما اعرفش انت مين. ربنا يوفقك، بس انا مش معاك، انا مع ربنا. نفسي يبقى لي اخوات يوقفوا في ظهري، بس انتوا دلوك ولاد العطارين، يعني منهم وكل واحد حر. بس لو حد جاب سيرة باللي حصل يبقى عجل بموته. أنا عملت اللي عليا من ناحيتكم وسألتكم وريحت ضميري.